بسم الله الرحمن الرحيم. بالمقارنة ما بين العاشر من رمضان ومدينة بدر، في ناس كتير بتجري وبتسأل وبتقول لي اخد في مدينة بدر ولا اخد في مدينة العاشر من رمضان. والله هو انا من سكان العاشر اصلا، والمكتب بتاعي حتى في العاشر، فمش عايز شهادتي تبقى مجروحة، لكن هقول لكم ايه المميزات والعيوب في المدينتين وانت بنفسك بقى اختار. يعني مدينة بدر جنب العاصمة الإدارية، ودي عامل لها صيت كبير، لكن هل سبب ارتفاع الأسعار العاصمة الإدارية بس؟ لا، هو سبب ارتفاع الأسعار الأراضي اللي في مدينة بدر مبدئيا قلة عدد القطع. عدد القطع اللي معروضة في بدر أقل بكتير من عدد القطع اللي معروضة في العاشر من رمضان، فبالتالي أسعار في العاشر من رمضان هتبقى أقل، ده لازم لأن المعروض كتير. لكن في بدر العدد المعروض أقل، فبالتالي الأسعار أعلى. يعني هنقارن ولو مقارنة بسيطة، في الإسكان الاجتماعي مثلا 209 في مدينة بدر النهاردة وصلت ل 600 ألف، في العاشر من رمضان ب 400 ألف. فال 276 وصلت من 700 ل 800، في برضه في العاشر من رمضان ما زادتش عن ال 500. تعال ندور بقى على مثلا القطاع المتميز. القطاع المتميز في مدينة بدر وصلت لمليون 600 ومليون 700، ومساحات صغيرة 450 413 500 متر بحد أقصى، مفيش قطع كبيرة هناك. طب في العاشر من رمضان الموضوع هناك مختلف، هتلاقي قطعة 875 متر عاملة مليون، مليون و100. بالنسبة تعال بقى نقارن ما بين دي كده احنا مقارنة ما بين الأسعار والقطع والأراضي والكلام من ده. تعال نقارن بقى ما بين المعروض. العاشر من رمضان معروض فيها عدد كبير جدا، يعني فوق ال 22 ألف قطعة معروضين للبيع. طيب في مدينة بدر مفيش 3000 قطعة، فده سبب من أسباب زيادة الأسعار. طيب تعال نتكلم عن التربة. العاشر من رمضان من أفضل أنواع التربة اللي أنا قابلتها في شغلي. هتلاقي تربة رملية، تربة حمراء، لكن مفيش تربة طفلية. نادرا لما ممكن تلاقي في مكان في العاشر من رمضان قطعة طفلية. تعال بقى في بدر هتلاقي تربة طفلية، وهتلاقي تربة رملية، وهتلاقي تربة صخرية، هتلاقي جميع أنواع التربة. أنا بلاقي في قطعة نصها صخر ونصها طفل. طبعا ده بيؤدي ان انت لما بتيجي تشتغل لو انت بتلاقي القطعه بتاعتك فيها طفل بيحصل انك بيحصل تكاليف عليك زياده، لو فيها صخر برضه هيبقى في تكاليف الحفر زياده. طبعا في الطفل احنا بنستعمل احلال، فالاحلال ده بيبقى تكلفه زياده على المالك في القطع الارضي. طب هل موضوع العاصمه مأثر؟ مأثر ترويجيا، يعني الموضوع ترويج بس، ناس مروجه ان العاصمه الاداريه لازقه في بدر، فبالنسبه لك انت كده الاسعار هتضرب. لا، هو السبب الرئيسي لارتفاع اسعار الاراضي في مدينه بدر هو حاجه واحده بس، قله عدد الاراضي. طيب ده بالنسبه للاراضي في بدر والاراضي في العاشر من رمضان. تعال نتكلم بقى عن الخدمات. هل العاشر من رمضان افضل ولا مدينه بدر من ناحيه الخدمات؟ بالنسبه للخدمات العاشر قديمه، يعني مدينه قديمه وكبيره. النهارده احنا عندنا حوالي 40 حي في العاشر من رمضان، حي ال 40 كل حي فيه اكتر من 5 مجاورات، في احياء فيها 10 مجاورات. فانت النهارده بتتكلم على مدينه بقى لها سنين شغاله، وبقى فيها بنيه تحتيه كويسه وخدمات من مستشفيات لمدارس لاقسام شرطه لاسواق مولات شوارع، كل الخدمات متوفره في العاشر من رمضان. فالعاشر شبه مدينه مقفوله على نفسها وخدماتها كامله، بالذات كمان ان هي منطقه صناعيه كبيره. هتلاقي فيه تاكسي، مفيش توك توك، شوارع نظيفة، الجهاز عنده ميزانية كويسة بيقدر يصرف على المدينة ومخدم عليها كويس. مدينة بدر ده الموضوع مختلف، مدينة لسه صغيرة ما فيهاش عدد السكان اللي في العاشر طبعا، فالخدمات لسه قليلة، المدينة نفسها لسه جديدة، لسه بتقوم على رجليها، ما لسه ما عملتش، لسه مفيش حد سكن ولا عمل، فالخدمات قليلة ومتركزة في بعض المناطق المعينة في مدينة بدر، زي مثلا عند الخزان او عند الجامعه الروسيه، هتلاقي دي المناطق اللي متركز فيها عدد ناس وفيها خدمات كويسه، لكن مش بالجوده اللي موجوده في العاشر من رمضان. طبعا بقى نوادي وحاجات من دي في العاشر من رمضان، الموضوع في العاشر كمدينه متكامله ما عادش ناقصها حاجه. مدينه بدر لسه المدينه بتقوم ولسه ما وقفتش على رجليها، المستقبل ليها طبعا الايام اللي جايه عشان هي لازقه في العاصمه وزي ما الناس بتقول، لكن مش هو ده الاساس. مدينه بدر لسه ضعيفه كخدمات، يعني لما تيجي تسكن في بدر لازم يكون تحت رجلك عربيه. طبعا موضوع التوك توك اللي هناك ده حاجه مقرفه بصراحه، يعني ان
تكاتك في بدر هي دي وسيله المواصلات تقريبا اللي موجوده، ما عندكش حاجه تانية هناك، ما فيش غير موقف صغير وده اللي بيخدم على المدينه من مدن التانية او من الاقاليم، يعني اللي عايز يجي او يروح يخرج بره بدر ويدخل بدر هو ده المتوفر. فيما بعد يمكن الموضوع يتطور يبقى المدينه افضل من كده بشويه، لكن لسه المدينه قدامها ولا من 5 ل10 سنين لما تقف على رجليها وتبقى زي العاشر، وبرضه مش هتقدر توصل للمستوى اللي العاشر من رمضان فيه. لكن لو انت بتدور على انك تعمل سكن، فانت لو ناوي تسكن الايام دي لا تاخد لك حته ارض في العاشر، اولا اسعار اقل، خدمات متوفره، مدينه متكامله، طبعا كل حاجه متوفره هناك في العاشر. مدينه بدر على العكس خالص، لسه المدينه بتقوم وعشان تسكن فيها انت لسه قدامك مده كبيره، الخدمات لسه قليله، في بعض الاماكن فيه خدمات وبعض الاماكن ما فيهاش خدمات خالص. الاسعار طبعا اعلى في بدر، وده سبب زي ما قلت قبل كده قله عدد القطع وكمان العاصمه الاداريه. طيب الحي بقى الامتداد الشرقي، يعني في عيب من عيوب مدينه بدر ان هي مقسومه بشارع او الطريق الروبيكي، مقسومه نصين حرفيه، يعني امتداد الشرقي اللي هو الاسكان الاجتماعي والقطاع المتميز اللي هو في الناحيه الشرقيه من طريق الروبيكي، ده لسه منطقه جديده وتقريبا منفصله انفصال كلي وجزئي عن مدينه بدر، تحس ان هي مدينه تانية لوحدها، منطقه تانية مع نفسها كده، لكن هي مرتبطه بجهاز بدر يعني. فده لسه حي ما اتعملش فيه اي حاجه، لسه ما اتبناش، الناس لسه يا دوبك بتاخد محاضر استلام، المدينه لسه قدامها شويه عشان تبدا تسكن فيها. لو راح تسكن النهارده اغلب اصلا الناس اللي موجوده هناك في مدينه بدر واخد اراضي بيستثمر، مش رايح يسكن، هو اصلا عنده بيت او ساكن في حي ما او في مكان ما وواخد قطعه الارض للاستثمار، واخدها عشان يكسب فيها، واخدها عشان يبيعها شقق، واخدها عشان يطلع بكم ببيت ويبني ويبيع شقق، هو ده الوضع في بدر. في العاشر لا الموضوع مختلف، ناس بتيجي العاشر بيبني بيسكن بيستقر، فتلاقي في نمو سكاني في العاشر. النهارده تقريبا النمو السكاني وصل في العاشر لحوالي 1,000,000، مدينه بدر ما فيهاش 100,000 على بعض كلها، فالموضوع يعني عارف مدينه بدر دي زي 10% من العاشر من رمضان. ده يعني شرح مبسط سريع كده من اللي انا اعرفه عن العاشر وعن بدر. بدر ليها مستقبل؟ اه ليها مستقبل، اللي هيقدر يشتري فيها الايام دي طبعا هيكسب في الاراضي او في الشقق، بس المكسب في الاراضي اكبر بكتير طبعا. لو ناوي تستثمر اشتري في بدر، لكن لو ناوي تسكن انت تشتري في العاشر من غير ما تفكر. انا عارف ان العاشر طالع عليها اشاعه ان هم فلاحين والمنطقه ما اعرفش ليه، الناس بتديني فكره عن العاشر ان في عربيات كارو معديه، يمكن انا نشرت فيديو للعاشر من رمضان لشكل الشوارع وشكل المدخل بتاع العاشر والمدينه داخليا، يمكن ما عملتش فيديو كبير، لكن يعني دي صوره ظاهريه للوضع العادي في العاشر من رمضان. بس دي كانت تفسيري او شكل العاشر من رمضان وبدر او الفرق ما بينهم عامل ازاي. ففي النهايه زي ما بقول لك، ناوي تسكن اسكن في العاشر من رمضان، ناوي تستثمر لا استثمر في مدينه بدر. الاستثمار في العاشر من رمضان ضعيف جدا بالنسبه للاراضي، لان اغلب الناس اللي هناك مش وضع ناس عايزه تشتري شقق، لا يعني انت لو بتاخد قطعه ارض وناوي تبنيها وتبيع شقق لا ابني في بدر هتكسب، هتكسب اكتر بكتير. ناوي تاخد في العاشر من رمضان انت جاي ناوي تسكن، هتلاقي مدارس حواليك، هتلاقي اسواق، هتلاقي مواصلات، هتلاقي تاكسي، هتلاقي مستشفيات، كل جميع انواع الخدمات موجوده في العاشر من رمضان. بدر لسه قدامها شويه.